الصياد إن جلس في البيت ما تقوع، وإن خرج إلى البحر ما تقصفة. وكما تشوفون وتشاهدون من الأستاذ، هذه كان حركة تسويق بصورة مستمرة. الآن صفر، يعني الصياد يخرج وخايف ويرجع وخايف. اليوم في الضنك زي ما تقول، في ظل الوضع هذا والحصار والعدوان علينا، يعني صار علينا حتى خوف ان احنا نخرج للبحر. الخوف شديد، الواحد يخرج من البيت يتواضع عياله، ما ادري انه يرجع اما يرجعش. خليك